صل على الحبيب النبي. اهو النهارده الجمعة، جمعة مباركة علينا وعليكم ان شاء الله. اهو واحدة واحدة كده، وصلى على الحبيب النبي. اهو صلاة النبي عليك. اهو معايا اول عجلة، عجلة سمرة، اللبن 26 كيلو، 6 سنان. مفيش حد هيحج ده الا اللي بيفهم في ايه. 26 كيلو معاه انتاي، السن 6 سنات تناويل، من ورا زي من وداه. اهو معايا تاني واحدة برضك 6 سنان، جز الحليب اهو، عشان بس اللي بيعرف يحج مش هيحج البامة لما تبقى قدام عينه كده برضك اهو، عشان الناس بتقوم متحضر. مع النتالة اهو اهو بالالوان الطبيعية. تاني واحد 6 سنات برضه هنسلمه فيها 24 كيلو لبن. معاه تالت واحدة برضك 6 سنات، مع النتاية هسلم فيها 20 كيلو لبن، مش هنقول 24، 20 كيلو على الميزان. رابع واحدة هسلم فيها 30 كيلو لبن على الميزان، مش هتلاقوهم 28 كيلو ان شاء الله. اهو البز المكعب اهو، والدولار رفيع اهي، مع الدكة البراون ده، مع الفجر 28 كيلو لبن، مع انتاي. ربنا يبارك لصاحب النصيب يعني. معايا 6 مفاجآت ان شاء الله احسن من بعضه، معايا اكتر بس هصور لكم لو شرفني في اللبن النهاردة. اهو وده ايه 26 كيلو لبن بتاعت الخير كله دي، صيف وشتي. اهو مع النتاية بدي 3 ايام. اهو دي بنت 3 ايام بس، مش بنت اسبوع ولا حاجة. صلاة النبي عليك. يلا يا عم ضياء فتح كده، فتح عشان ما نطولوش كده. ضيارة ضيارة يا فجرة اهو، انتش عايز الا 35 بس. ضيارة يا اختي اهو. يلا يا عم ضيع العجلة السما دي كده عشان اللي يحج كده. ضيع اهو، اقعد اقعد تقول له البز الاسمر حكايه، قولوا من ورا زي من وداه. اهو يلا ما تطولش، اللي بعده اللي بعده هو بين في الكاميرا لهم كعبه. اهو ايوه كده 26 كيلو لبن وفيها 30 كيلو لبن، عجله السمر دي اعلى نظام خلق ربنا. فتح التانيه، فتح اللي بعد اللي بعد اهو. صلاة حبيب النبي. تالت واحدة يلا. جاموسي جاموسي، قولوا الحليب جاموسي. اللي بعد بس يلا حلو، دي تالت واحدة مع انتهى 6 سنات برد. خش خش صلاة النبي عليك. اهو فرجتنا على الاسترات بقى، بنت الاسترات شرفت نفسها اهو، بدل رفيع. بعده شوف البز والنبي وشوف المواصفات. اللي بعد اللي بعد
افهم فيه عشان تشتريه يا عم الحاج، مع الدقة والنبي لا تفهم فيه عشان تشتريه. خش خش معايا 6 بهايم، 5 بهايم بزازهم سمرة، واحدة بس بزازها بيضة. خش اهو، ان شاء الله مفيش بز في غلطة. دي 5 واحدة ام النتاي اهو، اللي بيحن على الكف اهو، اهو ابن الحلال اهو. بس يا عم يلا، بس يمكن علينا عاوزين نصوره طول النهار، بس مش عاوزين نطوله. دي 5 واحد مع النتاية اهو، 28 كيلو لبن مع النتاية ده، واسلم 26 كيلو بس. خش خش، هسلم البقرة دي 13 و13 لبن. بدل كده عشان بتاع مطروح يتكيف، عاوزك تبدل عشان بتاع مطروح يتكيف. بس اللي بعده، اللي بعده هنكبه على الارض. بس قول له بتاع مطروح انا مستنيك بال45,000 ان شاء الله. اوعى، يلا واحده واحده كده حل يا حاج احمد، يلا حل وصلى على الحبيب النبي كده في قلبه، عشان الناس اللي مستنياني نبعت لها على الواتس. اطلع، دي 6 سنات، 6 سنات اللبن 26 كيلو. اطلع، هتسجل في الفيديو. اطلع ها، اطلع طول كده، طول طول. دي برضك 6 سنان، هسلي 24 كيلو لبن بس. تعال اطلع اطلع، اقول له شوف البز. خش اول واحده السمره دي، ما قلناش سعرها، نقول سعر واحده واحده. العجله السمره دي ب33,500. اطلع بس شوفوها، العجله دي ب32,000 بس. خش خشي، ب32,000 بس. اطلع، 6 سنان، ربنا يبارك لصاحب النصيب. الساعة 29,500، ربنا يبارك لصاحب النصيب. خش دم النتاية، واحدة واحدة يا عم احمد، بروح علشان اشوف خلف النتاية بتاعتها فين ديار. اهي دي ب29,500 مع النتاية اهي. اطلع اطلع، اقول له بيحلبوه مش بيركبوه، قول له ايه بيحلبوه مش بيركبوه، صلاة سيدنا النبي. اطلع اهو، ام الدقة البراوي بيحلبوه مش بيركبوه. هسلم 28 كيلو لبن، الساعة 30,500. اطلع اهو، دي بيطرح من تحت زي البطاطا. اطلعي تعالي تعالي، اطلع اطلع، اقول له دي مواصفات اللبن. ابو بوز زصمه، الساعة 31,000. اطلع خش خش،
بس تعال السعر هنا 29,000 بس، ربنا يبارك لصاحب النصيب. يبقى احنا كده معانا اول واحده 33.5، تاني واحده ب 32، تالت واحده ب 29,500، رابع واحده ب 30,500، وتالت واحده ب 29,500، رابع واحده ب 30,500، خامس واحده ب 31، سادس واحده ب 29,000. ربنا يبارك لصاحب النصيب. اهو جمعة مباركة علينا وعليكم. رقم التليفون 010-90-60-97-17، عرض مقدم من المعلم محمد سعد. رقم التليفون الثاني 010-9-42-41-47-1، واللي يصلي على النبي كسبان.